هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون أذن له؟ ما نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد يا فضيلة الشيخ أستأذنكم في القصيدة. نعم. يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتج التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا البيت، لا لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا، فأقول إذا كان يمكنك الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا طيب. ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. نعم. ابن العثيمين. لا يا شيخ. لا هذا لا تجيبها. لا ما تحب. وقف. فقيهنا. لا والله ما لا ما إن كان ما عندك إلا هذا عطنا لكن عطنا سؤال نعم أبدا ما لك يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال، الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الرجال إذا جعلتهم الحق مربوطا بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحة، ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال، الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن الزلل والفتنة، وثانيا أنه سيموت ما هنا حد يبقى أفا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، وثالثا إن بني آدم بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفس العصمة وأن كل شيء يفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع، فيحصل بذلك الهلاك، ولهذا امتدع رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك، وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر، ولكن ما أحب وأنا أجازيك مجازات إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك. أي نعم.